تحية سلطعونية، حابب يكون في هذا الفيديو هذا. تنعرف بأنني غبرت عليكم، ولكن الموضوع يستحق يعني التعليق. قضية ديال افتتاح السجن المحلي بمدينة العرائش، السجن الجديد. اش غنقولك اخي، وكأننا يعني في ذاك الوطن محتاجين للسجون، فهمتي؟ السجون هي اللي محتاجين لها. غادي ندخلوا معايا في الستون ديال الحلزون هنا، باش غادي نديرو بزاف ديال المقارنات، فهمتيني؟ السجون في اوروبا، علاش اوروبا تتسد دابا السجون؟ يعني كاين واحد المثل اوروبي تيقول لك افتتح مدرسه واغلق سجنا، فهمتي؟ وكل مخزن عنده داك الشيء بالمقلوب، فهمتي؟ يعني اغلق مدرسه وافتتح سجنا، فهمتي؟ والمساله ديال هاد السجون هذه الصراحه تيحاول ان المخزن سميتو يروج لها يعني خارجيا، حتى خارجيا، فهمتيني؟ يقول شوفوا انتو عندنا السجون يعني في مستوى وغلق على بالمعايير الدولية. أنا واش عندك السبيطارات بالمعايير الدولية ماشي السجون، فهمتي؟ راه السجون فهمتي ولات واحد الحاجة أو ديلت يعني صافي حيدوها الناس ولاو تيسدوها، فهمتي؟ لأن عدد المجرمين قلالو، لأن المجتمعات تزيد في المدارس، تزيد في المعاهد التعليمية، تزيد يعني في الجمعيات اللي تتبني الشباب والانسان، فهمتي؟ الخزن اش نقول لك، حيوان. خلى لك سميتو الامير هشام، واخا ما عنديش معاه باش مابقاش يدخلوا هذوك صحاب السطون هذه، وكنت نتفق معاه في هذه المساله ديال المخزن حيوان. وكما تتشوفوا معايا هنا، ها انتم شوف العياشه اش كاتب لينا هنايا. قال لك السجن العرائش اجمل سجن في المغرب وافريقيا. يا سلام عليك أيها العياشي، أجمل سجن في المغرب وإفريقيا. أوه مزيان، مقلتيش يعني كون عيشت يعني عرفتي شنو الفرق بيننا وبين العياش. أنا ربما نسمع فتحات حوشي سويطار ونسمع هذيك الكلمة أجمل يعني مستشفى في المغرب وإفريقيا، غادي نفرح. العياشي تيفرح بحال هاد الأخبار هادي، فهمتي؟ العياشي تيدوز من حدا شي كوميسارية وتيعقل عليها انها كانت خربه قديمه، وهادي عاودوا يعني داروا لها رينوفيشنز، وهادي عاودوا بناوها وقدوها وتتبع بواحد الجماليه، وهادي تيشوف العياشي تيفرح، تيشوف كوميساريات تتزاد في البلاد، تيشوف يعني البنايات ديال المخزن وديال البوليس وديال المخابرات تتزاد، تيفرح مزيان. واو حنا دولة قوية، حيت عزيز عليه يعني العياشي عزيز على باباه، اللي صافق باباه ولا عطا الحمار تاعو. المهم ما عليناش، غير هنا باش ندخلو نشوفو، كاين واحد الموقع يتحدث على هانت الموقع ديال العمق، تيقول أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإعادة ألا إدماج، لأن المخزن محتاج يعني المجرمين محتاج أنه بلاص. راك شفتو هذاك ديال الحزب الأحرار ولا الأخرار، هذاك إبراهيم العالمي ولا ما عرف، هو واحد البيزنس مان ولا ما عرف رجل أعمال هذاك، راه سميتو راه عرفتي ديك القضية الكمامات اللي قالك ولينا حنا تنصدو كمامات العالم أوروبا وكذا، استغل يعني اليد العاملة ديال السجناء في المغرب هي اللي صوبات، يعني ها ديال اليد العاملة ديال السجناء المغاربه هما اللي صابوا ديك الكمامات وصدروها لدول اخرين، فهمتي؟ هما بغاوكم تكونوا نتوما مجرمين ويستغلوكم ك يعني يد عامله مستوردينها ربما من الفلبين ولا شي حاجه، وتخدموا عليهم هما يديروا الملاير وانتم تبقاو يعني في عايشين عيشة دبانه في البطانه، فهمتي؟ أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون افتتاح مسجد بالعرائش جوج، قالت أنه شرع في استقبال السجناء المحليين عليه من مؤسسات سجنية أخرى أمس الخميس. السجن الجديد يمتد على مساحة 47,000 متر، وتبلغ طاقته الاستيعابية سبحان الله 1500 سرير موزعة على 7 أحياء. فهمتي؟ دخلت المستشفى لقيت 10 ديال فهمتيني 10 ديال الناموسيات خدامين فيه، راه شي حاجة في ديك البلاد. قال كما تتوفر هذه المؤسسة على جناح بيداغوجي
يحتوي على 6 اقسام دراسيه وخمس ورشات مخصصه لتكوين مهني خاص بحرف تتماشى مع متطلبات سوق الشغل، اضافه الى قاعه مخصصه للزياره العائليه حسب بلاغ من مندوبي العمل اداره السجون. قال لك اخي واوضحت المندوبيه تصميم بنايه المؤسسه الشجنيه الجديده يحترم كافه المعايير الدوليه الخاصه بحقوق الانسان خاصه فيما يتعلق بايواء مختلف فئات النزلاء وتهيئهم لاعاده الاجماع لاجماع اعاده الادماج بعد الافراج. انا عندي واحد التساؤل يعني بغيت نشارك معكم الصراحه، لان باش نقرا المساله ديال المعايير الدوليه الخاصه بحقوق الانسان راه خص تكون عندكم بعدا المستشفيات ديالكم تكون عندها كافة المعايير الدولية الخاصة باحترام يعني كرامة الإنسان بحقه يعني في التغطية الصحية فابور وكرامته. المسألة ديال إعادة الإدماج راه وليتو تنتقلو غير النشطاء اللي تنتقدو الدولة المخزنية المخابراتية هما اللي تنتقدو، تتلقى أصلا عنده الإجازة أصلا كان مشى لقدام برلمان كلا العصا حياته كاملة دوز واحد 10 سنين ديال النضال ولا 15 عام دوزها في الاخر فالشيعيه من هادشي كامل ديال انهم تيطالب يعني بالوظيفه العموميه ولا تيطالب بحقه بالتشغيل اللي تينمو ليه الدستور صافي تيكفر بالدوله وتيخرج تيولي يهضر في السياسه تيولي يشوف يعني المشاكل، لان المشكل اللي تيعيشو هو علاش ما خدامش وهادي لان كاينه المحسوبيه وشيء مرتبط بالدوله المخزنيه والسياسه والنظام السياسي الحاكم في البلاد، فتيولي تينتقد الدوله شنو تدير الدوله؟ هذا انسان عنده اجازه عنده دكتوراه فهمتيني، هذا خص الدولة فهمتيني دير ليه عرس، لأن في أوروبا فاش يتخرجوا الطلب تيدير لهم عرس فهمتيني، وكاملين تيشتغلوا والدولة تتخدم تتحاول أن دير جهد كامل باش تخدم الناس اللي عندهم الإجازات واللي عندهم الشواهد العليا فهمتيني، تدير جميع الإمكانيات إلا ما قالش ليهم واحد المنصب ولا واحد المهنة و الا ما قداش يعني تدمجهم في واحد الوظيفه اللي تتناسب يعني السلك الدراسي ديالهم والشواهد اللي تخرجوا بها، تتشوف لهم شي حاجه اللي تتكون قريبه وتتكرمهم وتعيشوا يعني فهمتيني بكرامه. المساله ديال المغرب دابا المشكله واحد شاد الاجازه هي ما يطالب الوظيفه العموميه كفر بالدوله ولا تعرف يعني السياسه الدوله انه تعيش تعميش انا تنعيش واحد الطبقيه باك صاحبي والناس ديال ولاد المخزن هما اللي ولاو تيخدموا دوك الاخوان ديال العداله والتنميه صافي تيكفر تيولي ينتقد لك في الدوله وتعرف بان المشكل ديالنا السياسي في البلاد اللي هو الملكيه المطلقه اللي هو المخزن فوق القانون فوق الدستور ما كاين والو. شي يديروا فاش ينتقد هاد الامور هادي شي يقول لي جيجي ادوز الحبيسه فهمتيني تيشدو تيدخلو للسجن. واش هذا دابا واش مواطن خصو اعاده تاهيل ولا فاش تعاودو تاهلو نتوما؟ هو اصلا راه مأهل فهمتيني، راه ماشي عيت مجرم ولا انت اعتقلتو يعني اعتقلتوه والسبب الرئيسي وراء الاعتقال ديال الناس هادو تيكون هو الاراء ديالهم السياسيه، والناس هادو راه بعاد على انك انت يا الحيوان اللي جايب لي واحد عنده يلا كانطري ماني ولا مات تحضيري فهمتيني خدام عندك في داك السجن وهذاك هو اللي غادي جاي يدير لي اعاده التاهيل، هذاك بالعكس تلقى حاقد عليه فهمتيني. هانتوما كيف تشوفوا معايا اخوتي شوفوا السجن كيفاش داير يا سبحان ربي فهمتيني، تشوف السجن كيفاش داير يا سلام، شوف هاد النقاء والحيوطه تقولك الغرفه رقم 16 يعني اش نقول لكم، هانتوما وشوفوا لي هذا فين تيغسلوا يعني الحوايج هاد السجن هذا، شوف شوف فين كيفاش شي شوف صاحبي يدير لكم يعني اخر ما كاين في التكنولوجيا وهاديك الشيء، ربما هادشي تيخدم بلي زابليكاسيون فهمتيني هاديك الشيء ريموت كنترول اور يعني عن بعد فهمتيني. انت شوف شوف يا سلام يا سلام، انت نوريكم المطبخ حقه والمطبخ شو المطبخ كي داير، هاجي نشوفو المطبخ ديالو كيفاش داير هذا، ويا سلام على هاد السجن هذا، هانت الدوش يا سلام على الدوش كي داير، بب بب بب، شو المطبخ؟ هانت كاع مول الكاميرا عرفتي شنو؟ هانت شوف الكوزينة كيفاش دايرة، شوف الكوزينة كيفاش دايرة، غندير لكم هادي، هانت شوف الكوزينة كيفاش دايرة، يا سلام، وتاني كاع حتى المصور عرفتي شنو؟ دخلت الكوزينة وفهمتيني ومشى قرزو مزيان وضربنا التصويرة هادي بلادي. شوف نقاء زعما قال لك تيفت ويلي ما عندي ما يتسالكم اخوتي
انا عندي واحد المقارنه بسيطه. دابا شفنا يعني السجل الجديد ديال هاد السجل الجديد المخزن، شوف الدوش كيفاش داير، شوف شو النقاط صاحبي، توسع ليا مع راسك اخاي الشنكا، فهمتي اخاي المجرم اللي ضرب شي وحده تخص الله وجهها وتمشي لها وجد راسك، راه غادي تمشي عليها اختي شنو الصاين كيطوال هذاك الشيء فهمتي، وفين فهمتيني تسالي المده السجنيه ديالك، ربما لا عندك شي تليفون قول العشره ديال كيفاش داير السجن وهاداك الشيء، واش بنادم شجعوا على السجون دابا يشجعوا على الجريمه. قلت انا نمشي في الطابله ما عندوش، قول لي شي مغربي بعدا مغاربه واش غالبيه اللي ما عندهمش مساك ما عندهم حتى الدوش في الدار، لا يدوش خصو يسخن الماء ولا خصو يدير شي حاجه، هذا هو الواقع ديالنا. حتى انا عشت في هذا الشيء باش نكونوا واضح، يعني ما تكبروا على حد، ولكن هذا هو الواقع. ولكن انا صاحبي تلقى مجرم ما عنده حتى الدوش في الدار، ما عنده ما ياكل، شوف احسن حاجه هو اولي دابا المجرمين اسوا بدي يحلم مع راسو فهمتي انه يدخل لهاد السجن هذا، شي حاجه شي توازع صاحبي، شحال من هيك قرب لي، شحال قالوا لي انا هيك طار سمحوا لي. ها نشوف شوف سميتها، ها شغل هي الغرف كبيره يا سلام، المخزن اي دابا توازع كم متر تبع، على الاقل كاين واحد 2 متر ديال التوازع. دابا المغربي مسكين عايش في هذيك الشيبر ديالو لي زابارتمون ديال الضحى وداك الشيء، راه بغا يلبس الجاكيطه خصو يخرج عائلتو كامل للزقة باش هو يلاه يلبس الجاكيطه فهمتي، ولا بغا يلبس السروال ولا هادي، ولا بغا غير يختلي يعني بالزوجة ديالو يعيش لافي ديالو خصو يخرج عائلة ديالو، لا لا دوما نتواسع فهمتي. قال كاين حتى واحد المكان الزيارة العائلية فين عندنا يعني لي كوب اللي يستمتعوا مع راساتكم وداك الشيء، يعني دايرين لهم كل يا سلام، يعني المعايير الدولية. وهذه هي السياسه المخزنيه اللي ديما تحاول انها شنقول لك تروج للمغالطات، خصوصا دابا خارجيا غادي يوليو يشوفوا كاع دوك اللي جا اللي تيجيو ديال حقوق الانسان وهادي مع يعني السجون ديال المغرب راه تفضحوا، راه مؤخرا راه متاقلين واحد السيد مغربي، هو ما نقولش ان دوله وكذا، هو ما عندوش يعني جنسيه مغربيه، متاقل في السجن المحلي ديال العرجات، وكتب من تما كتب واحد المقال ورسلوه من اكبر الجرائد في اوروبا ونشروه، وهضر على يعني الشوهه ديال السجون المغربيه، يعني السجون المغربيه عندها واحد السمعه السيئه في العالم فهمتي، كلشي عارف. هما دابا بناو هاد السجن هذا باش يروجوا يعني الصوره ديال المخزن خارجيا بان عندهم حقوق انسان بان كذا، لان المخزن تيبني لواحد المشروع سميتو، سمحوا لنا على سميتو تقطعت لي الكاميرا تسال لي يعني الكارت ميموري عمرات. المهم قلت لكم بان المخزن تيوجد واحد المشروع ديال انه يولي يستقبل اللاجئين، يعني الدوله في افريقيا الوحيده في شمال افريقيا اللي غادي تولي تستقبل اللاجئين من جميع انحاء العالم. دابا اللاجئين اللي تيجيو من اوروبا غادي يوليو يسيفطو من المغرب، ما غادي يبنيو لهم يعني واحد كما الديكور ديال اليونان، وغادي يولي يتخلص هو على ديك اللاجئين ويعطيهم يعني شويه العدس شويه المرقه شويه اللحم مرف في الشهر وكدا، ويضرب يعني ميزانيه للجيب فهمتيني. واخا اوروبا عارفه هاد الشيء ولكن تغض البشر، لان المصالح الاقتصاديه اخويا اهم من البشر فهمتي، وهذا موضوع اخر. غير كان هنا باش نساليو هاد الفيديو هادو، بغيت راك شفتو السجن كيفاش داير، يعني السجن اش نقول لكم شي حاجه فهمتيني، شي حاجه يحلم دابا الشمكاري ولاو يحلموا فهمتيني، المجرمين غادي يولي ينعس ويحلم بهاد السجن هذا فهمتي، وكانه غادي يدخل لاسبان فهمتي، ربما مخزن يدير لهم فيزا فهمتي باش يزورو هاد السجن هذا. المهم دابا شتو السجن ديال 5 ايطوال، وغنديرو مقارنة درت هنا بزاف ديال الابحاث، المسألة ديال هاد السجن العرائش الجديد، وهنا مستشفى العرائش، وغادي نشوفو مستشفى العرائش كيفاش داير. سميتو ما هو، ها هو مستشفى العرائش، بعدا شوفوا بعدا مستشفى، هذا هو المستشفى ديال مستشفى الأميرة لالا سلمى، لالا مريم، لا المهم لالا ومريم، المهم مستشفى ديال لالا ومريم. واش دابا هذا المستشفى دخلنا عليكم بوه، شوف شوف كي داير، ها انت السجل الإقليمي لالا مريم بمنطقة العرائش، شوفوا المستشفيات كيفاش دايره، شوف الناموسيه كيفاش دايره، بلاتي لا نتمنى يكونوا بعض الصور هنا باش
نشرح لكم يعني الدولة المخزنية لماذا هي دولة حقيرة جدا. شوف هاي شوف هذا دابا السجن نديرو شو الماكلة فين حاطينها شوف شو الزبل هذا دابا مستشفى في مدينة العرائش فهمتي مستشفى في مدينة العرائش مقارنة بالسجن اي شوف اصاحبي راه كانك يعني كاين واحد واحد شوف ان نشوف النقاء 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 شوف لي يا صاحبي السجن شوف هاي النقاء هاد شوف لي المستشفى ديال العرائش كيفاش داير يعني المخزن ما ناويش انه طالبوا نتوما بمستشفى يبني لكم السجن فهمتيني طالبوا نتوما بالحقوق ديالكم بلاص ما تاخذوها يديكم للسجن فهمتيني لانه هو ما باغيش بنى السجون باش انه يحبس عليه هذوك الاصوات المنتقده اللي ما تعرفش يعني بال اش نقول لكم بال اللي ما اللي تطالب الحقوق ديالها غادي يحطها في السجن ما عنده لاش يدير بهذيك التكاسيط شنو بغيتي انت شنو بغيتي مستشفى انت شكون انت صاحب كاسك في السويد ولا كيفاش ها شنو صاحب كاسك في السويد بغيتي مستشفى شنو مستشفى نديرو لك سجن السجن هو اللي لا قبل ما نديرو لك مستشفى باش تبرع وتصحى تولي بخير فهمتي باش تولي انسان ناجح وكذا لا لا ندخلو ماك السجن نضيعو باباك نضيعو مستقبلك وحتى والديك نضيعوهم فهمتيني يمرضوك والديك هذا هو المخزن ها نتوما واحد المسألة أخرى غادي نطلقو ليها مستشفيات المغرب ها نتا زيدو نفضحو ها تشوف مستشفيات المغرب كيف دايره ها تشوف ليا مع راسك شوف ها المستشفيات كيفاش دايره دابا قول لي واش السجن في المغرب ولا احسن من مستشفى راه قضيه غير طبيعيه السجن في المغرب ولا احسن من المستشفى شي غريب صراحه مساله غير طبيعيه الناس هادو تيمارسوا واحد الحرب نفسيه على الشعب وتيمارسوا عليه جميع انواع يعني التهميش والاستغلال وكذا وعاد يخرج المال يقول لك شعبيه العزيز وتخرج ما كاين لا شعبيه العزيز لا والو راه هو خطب عليكم وعارف القيامه نايضه عليه وعارف اللي تنتقدوه في الفيسبوك وعارف اللي تنتقدوه في اليوتيوب وعارف الناس ما بقاتش كارها لان الناس اللي اش نقول لك راه ما كاينش اللي تيدافع عليه في الانترنت راه عياش راه ما يديرش 10 دراهم ديال الروشارج ديال الانترنت باش يخرج يدخل يكتب لك عاشر الملك لا راه ولا عندهم واحد السيستيم سويتو فيسبوك بوت هاد السيستيم هذا هما تيكتبوا فيه التعليق وفيه يعني مجموعه يعني ملايين ديال الحسابات اللي تي صوا يعني يوميا كاين الحسابات اللي تي بلوكي على الفيسبوك وبعض الحسابات اللي هي يعني بالملايين تدوز الفيسبوك يوميا تيبلوكي ازيد من بليون ولا جوج ديال البليون جوج ديال المليار ديال الفيسبوكات الوهميه فهمتي تيبلوكيهم يوميا فهمتي و تيدوزو هاد الحسابات هادو هما لي تيدافعو على الملك عارفين المغاربة مبقاوش يدافعو عليه لأن المغاربة مبقاوش يشهدو على الزور مبقاوش يدافعو على التعليم فهمتيني في الداخل ديالهم راه تيكرهوه ولكن الغالب الله مقعدينش يقولوها فهمتي ولكن غادي يجي واحد النهار كاين الشباب اللي غادي يحط القنطرة ولا عرفتي شنو هاديك السكة في الطريق ديالها فهمتي ويديماري التران ويدوز في الخرا كامل المهم هانتوما شوفوا لي دابا المستشفى كيفاش داير هانتوما شاد دابا المستشفى لخنا عليكم بالله هانت شو بنا الفيات دابا هذا مستشفى هانتوما ها شو بنا الملوح عريان تما ها شوف كي داير المستشفى هذا ها المستشفى هذا شاد المستشفى هذا هانت شوف المستشفيات كيفاش داير شوف 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 ها هو العنف فوق كاع عند شوف اصاحبي بنادم كي ملاوح وداخل مع بعضياتو وهذا الشيء كامل ما حش الدوله المخزنيه ما قالش للمواطن المغربي مسكين ومع الجائحه الكورونا وهذا الشيء مشاو بناو السجون بلاص ما يبناو السبيطارات فيه الدواء المغاربه اش نقول لكم نزيدو نكملو خويا انت اوروبا تغلق عدد من السجون وندوزو لدوله هولندا هنايا كما تشوفوا معايا هولندا تغلق السجون لعدم توفر المجرمين امستردام تقول من فتح مدرسه اغلق سجن وفي منهاج المخزن يقول من فتح سجنا اغلق مدرسه
فهمتيني؟ أغلق مدرسة وافتح سجن، هذا هو يعني المقولة المأثورة ديال المخزن الحقير، فهمتيني؟ في المغرب نقول بأن هذا اسمع تنوي هولندا إغلاق 8 سجون تقريبا، قريبا جدا عفوا، والسبب عدم وجود عدد كافي من المجرمين لإشغال هذه السجون، لأنهم تبنيو مدارس، راه كلما بنيتي السجون كلما تزيد في الجريمة، كلما بنيتي المدارس كلما تتقلل من الجريمة. ولكن المخزن دابا عندكم واحد، غنشرح لكم هاد الديكور هذا باش تفهموا هو علاش تيبني السجون، وغادي نختم هاد الشيء هذا، نحاولوا نزيدوا نحاول نزيد نهضر في هاد المسألة أختا. ففي هولندا حاليا كاين 12,000 سجين، والعدد إلى الانخفاض يعني تينقص، فهمتيني؟ بينما السجون الموجودة يمكن أن تتسع إلى 14,000. من هنا كانت توصية تحالف العدالة الإجرامية الذي يضم أكثر من 60 منظمة إلى الحكومة الهولندية بالوقف العاجل لاستخدام غير الضروري للسجون والإبقاء عليها فقط للمجرمين العنيفين بحال الخطيرين والمصرين على ارتكاب الأعمال الإجرامية، مما لا تنفع معهم أي عقوبة بديلة بحال هذوك اللي فعلوا مالك اللي قطع اليد لهذيك خايتي، وبحال هذاك اللي دخل على واحد الأسرة وقتل يعني مو لو ما دخلتهم، كاين بزاف فهمتيني، بزاف ديال الامثله. انا بغيت نهضر لكم على المساله ديال المخزن، علاش تيفتح السجون؟ المخزن تيفتح السجون لحقاش ما يمكنش يبني لكم مدارس، ما بغاكمش تكونوا جيل تيقرا، ما بغاكمش تكونوا جيل ديال المعرفه، لان المعرفه تولي يعني اش نقول لك، تولي الجراه، تولي انسان يفهم الحقوق، يفهم ما عليه، ما على الدوله وما عليه، فهمتيني؟ شنو هو الحقوق ديالو، شنو هي الحقوق ديالو، شنو هي الواجبات ديال الدوله في اتجاه ديال الحقوق ديال، شنو هي المسؤوليه ديال الدوله. هادشي هذا تيكونوا التعليم في الانسان، فهمتي؟ المخزن ما بغاش هادشي، خصوصا لابن المدارس غادي يكثروا لي يعني صحاب الشواهد العليا وصحاب البكالوريا اللي لابغوا يخدموا ما يلقاش فين يخدمهم، وغادي تنوض قرباله، فهمتي؟ هو خصو ديما شنو يدير، اللهم فهمتيني، يضرب داكشي من التحت بحال تقول يبني لكم السجون، يدخل الهجرة، حيت كاين بنادم دابا تيدخل السجن مرة، يعني تنهضرو على الناس اللي تيرتكبو جرائم، تيدخل السجن مرة تيولي يدخل يعني 20 مرة، فهمتي؟ صافي تيولف هاديك الحياة، تتولي هي جزء منو، فهمتي؟ لأن أصلا الدولة متتكونو من حتى شي لعبة، غالبا تنقولو ربما 2% اللي تي الذين يعني يتم إعادة تأهيلهم في هاديك البلاد، فهمتي؟ اللي تيخرجوا تيعرفوا القالب وما تيعاودوش انهم يرجعوا للجريمه وتيبداو تيكملوا يعني في حياتهم طبيعيا كما الناس الاخرين. لذلك المخزن راه عمره غادي يفتح المدارس مادام هذا النظام الاحتلال المخزني يعني قائم في ديك البلاد، راه ما عمر غادي تنطقوا بالقيامه ديك البلاد، غادي يزيد من السجون، غادي يزيد من القمع يعني اصوات الحرار والاصوات اللي تتفضحوا، غادي يزيد يعني يطلق عليكم دابا المجرمين وداكشي، غادي كل عفو تيطلق عليكم يعني المجرمين باش تخوف المجتمع، باش المغربي تيولي غير حاضي مسكين هكا وهكا، راه يجي دور فهمتي، تجي فيه شي ضربه ولا شي، تيولي مسكين عايش واحد الحاله ديال عدم فهمتيني، عدم الامن، ما تيحسش بالامان كما هما تيروجوا لهاد المساله هذه. لذلك انا تنقول لكم بان المشكل عندنا هو المخزن، مخزن حقير تيبني السجون، تيبني الكوميساريات، تيبني اي حاجه الا ما سيخدم يعني الشعب المغربي، ما تيتسوقش ليه وتيهمشو وما تيعطيهش قيمه، فهمتيني؟ فيقوا المغاربه وتحيه السلطه العليا، ونشوفكم في شي فيديو اخر. حاولوا تدخلوا اخوت الصفحه ديالنا على الفيسبوك ودعمونا عافاكم، حاولوا تفعلوا الجرس باش نكملوا يعني الحرب ديالنا ضد هاد العملاء اللي شدوا الدولة وشفروا من المغاربة. تحياتي. الهربة 2020